هنالك نوع ثاني من التحدي، التحدي الداخلي. التحدي الداخلي الفكري نشأ من أن الأم ما أرادت أن تأخذ فكرها ودينها وثقافتها من الطريق الذي عينه الله. الله تعالى عين أبوابا. إذا واحد أراد أن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصل إلى الله من غير الطريق الذي عينه الله، يصل إلى الله؟ طبعا. الشيطان يعني إبليس قال لله سبحانه وتعالى أنا أعبدك، لعله بالرواية 6000 عام. الله قال له إني أحب أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. أنا أريد منك أن تعبدني بالسجود لآدم، هذا هو الباب الذي جعلته، بابي هو آدم. الشيطان قال له أنا من هذا الباب ما أريد أدخل، أريد أن أدخل من باب آخر. الله ما قبل منه. الله سبحانه وتعالى عين الباب الذي يؤتى منه إليه. الباب هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الباب هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الباب أئمة أهل البيت. الأمة، ما أقول كل الأمة، رفضت ذلك، حتى النبي ما قبلوه.